السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكن عزيزات الطالبات في محاضرة جديدة من مساق مهارات لغوية، وموضوع هذه المحاضرة بإذن الله تعالى فن التلخيص والعرض. وسنأخذ في هذا الموضوع تعريف التلخيص والعرض أيضا، وأيضا سنفرق ما بين التلخيص والعرض أيضا. أما التلخيص فهو خلاصة الشيء وتقدير جوهر الشيء أيضا أو الفكرة. إذا عندما ألخص موضوع معين فإنني يعني أركز على لب الموضوع أو جوهر الموضوع أو فكرة الموضوع، وأطرح كل ما ليس له يعني علاقة أو ما هو حشو لا يفيد في إبراز الفكرة. أما تعريف التلخيص اصطلاحا فهو نقل الموضوع أو الخبر أو القصة أو الرسالة الشفوية أو المكتوبة، أو نقل موجز مجمل ملخص مع المحافظة قدر الإمكان على المضمون. يعني إن كان لدي قصة أو كان لدي مثلا رسالة أو خبر أو موضوع أيا كان وأريد تلخيص هذا الموضوع، فإنني أركز على فكرة الموضوع وأخذ الخلاصة أو ملخص هذا الشيء وأركز على المضمون، وبحيث أن هذا التلخيص لا يخل بالمضمون أبدا. أوضح لك الفكرة باختصار بدون حشو، و على أن تصل هذه الفكرة لك بدون زيادة محافظة على المضمون. هذا هو التلخيص، ويمكن أن يأتي في الامتحان ما هو تعريف التلخيص. أيضا الآن شروط عملية التلخيص: أريد أن ألخص موضوعا معينا أو قصة معينة أو خبر أو ما شابه، فما هي شروط التلخيص التي تضمن لي المحافظة على المضمون وتوصل الفكرة إلى القارئ؟ أول شيء الفهم الواعي والدقيق للموضوع. يعني لا يمكن أن ألخص أي شيء إلا إذا كنت أفهم هذا الشيء فهما واعيا. ثم طبعا هذا يتمثل من خلال فهم الفكرة العامة للموضوع كما قلنا. 2، معرفة المساحة المطلوبة. أريد أن ألخص بحثا أو كتابا أو قصة، ما هي المساحة المطلوبة؟ في ورقة واحدة، ورقتين، كم ورقة، كم سطر؟ حسب المساحة المطلوبة أستطيع أن أركز على الفكرة. ممكن فكرة معينة يعني ألخصها أو موضوع معين ممكن ألخصه في 5 أسطر، ممكن في ورقة واحدة، ممكن في 5، حسب المساحة المطلوبة أستطيع التصرف في الأفكار في المعلومات التي أستطيع أن أبرزها لعرض الموضوع أو تلخيص الموضوع. ثم التحرر من العبارات الواردة في الموضوع، ولكن لا يكون أسيرا لها، وهذا يتطلب عدة أمور. التحرر من العبارات يعني أني أسيب بعض العبارات التي تعد حشوا وليس لها علاقة يعني بمضمون الفكرة. هناك بعض العبارات يعني تذكر ولكن وجودها أو عدمها لا يؤثر عن إبراز الفكرة أو فهم القارئ للفكرة، وبالتالي أن أتحرر من هذه العبارات بشرط أو بشروط أن نهضم الموضوع ونمتلكه. إيش يعني نهضم الموضوع؟ نفهم الموضوع فهما واعيا ونمتلكه كأنه هذا الموضوع من أفكارنا نحن، وبالتالي إن فهمت الموضوع تستطيعين بعد ذلك التعبير عن الفكرة. يعني كثيرا ما نسمع أخبار وكثيرا ما نسمع قصص، مثلا إذا كانت زميلتك قد روت لك قصة وجئت أنت تروين لي نفس القصة، هل ترويها بنفس أفكار صديقتك أو أسلوبها أو كلماتها؟ لا طبعا، ولكن تأخذين الفكرة وتنقلين هذه الفكرة بصيغة أخرى أو بأسلوبك أنت. طبعا ربما تختصرين الوقت، ربما مثلا هذه الزميلة قالت لك القصة في نصف ساعة، ممكن تخبريني إياها في دقيقة واحدة أو دقيقتين أو 3، بتكون اختصرت الموضوع وأعطتيني الفكرة كلها بدون الإخلال بالمعنى أو المضمون. إذا فهمت الموضوع أستطيع تلخيص الموضوع. ثم أن نصوغ الموضوع بأسلوبنا الشخصي. طبعا بعد أن تفهم الموضوع يجب أن تصيغيها بأسلوبك أنت وليس بأسلوب الكاتب. طيب أريد تلخيص قصة، أقرأ القصة مرة مرتين أو 3 مرات. قلنا قبل ذلك أن هناك قراءة استطلاعية وقراءة تحليلية وأيضا قراءة ناقضة. بعد القراءة أو بعد 3 قراءات أستطيع أن أفهم الموضوع وأعبر بأسلوبي. ثم أن يتصف الملخص بالإنصاف، أنصف الكلمات، أنصف الموضوع. إذا قمت بتلخيص الموضوع وأخليت بجانب يكون التلخيص في خلل أو مشكلة، يجب الإلمام بجميع جوانب الموضوع. علشان هيك يجب عليك أن تفهم الموضوع فهما واعيا وفهما دقيقا.
ثم بعد ذلك نأتي إلى ملاحظة هنا يقول: ليس من الميسور أن يتحرر الملخص من العبارات الموضوع الذي يلخصه، كما يبقى شيء من تأثر الملخص بثقافته اللغوية تمام وذوقه الأدبي وطريقة في التناول. بمعنى أنه لما أنت بدك تتحرري من العبارات أو تنقل الموضوع، هذا لا ينفي أن تتأثري بأسلوب الكاتب أو تتأثري بالفكرة أو نقلها، لكن الأسلوب يبقى مختلفا لأنه كان بأسلوبك أنت وليس بأسلوب الكاتب، لكن أنا نقلت فكرة وهذه الفكرة أساسا هي فكرة الكاتب. إذا مجالات التلخيص، أريد أن ألخص ولكن في أي مجال؟ هل التلخيص يقتصر على مجال واحد؟ لا، هناك تلخيص ضروري لاستيعاب الموضوع. مثلا إذا حضرت محاضرة وأريد أن أستوعب المحاضرة أو أفهم المحاضرة فهما واعيا، إذا كنت تظنين أن حضورك المحاضرة هذا يكفي لأن تفهم المحاضرة فأنت مخطئة. الأصل أن يكون هناك تحضير مسبق، ثم تحضرين المحاضرة، ثم بعد المحاضرة تكتبين ملخصا عن المحاضرة. يعني مثلا بعد خروجك من المحاضرة ورقة وقلم، ماذا قالت أو قال المحاضر في المحاضرة؟ ما هي النقاط المهمة؟ بتسجل كل النقاط، يعد تلخيصا بأسلوبك أنت. أنا على يقين إذا قمت بذلك لن تنسي هذه المحاضرة ولا تنسي الملخص ولا تنسي المعلومات التي دونتيها في الدفتر أو الكتاب. إذن هذه الأمور مهمة جدا للاستيعاب والفهم، يجب عليك أن يعني تلخيص ضروري لاستيعاب الموضوع. إذا قرأت يا بنات من الكتاب، حتى إذا قرأته بدون تلخيص بدون كتاب على ورق لن تثبت المعلومة، حتى القراءة لن تثبت من أول مرة. القراءة نحتاج إلى 3 قراءات أو 4 حتى تثبت. أحيانا حتى لما نسمع القصص، يعني فلانة حكت قصة تمام، ما بتثبت، بتثبت ماشي لكن ليس كل الجوانب. مرة تانية سمعت القصة 5 مرات، تستطيعين حبكتها جيدا وقول القصة مرة أخرى. إذن التكرار مهم جدا، سواء كان بالقراءة تقرأين بتكرار أو حتى تدونين ما تقرأين، هذا أمر مهم جدا. أيضا التلخيص من أهدافه ضروري لاختزان الموضوع في الذاكرة، كما قلنا لن تثبت المعلومات في الذاكرة إلا إذا قمت بالكتابة. يعني التلخيص مش بالضروري أني أكتب تلخيص كامل، ولكن ضروري جدا تلخيص الموضوع حتى تثبت المعلومات في الذاكرة. لذلك الطلبة في الروضة أو في المدارس يعني يعتمدون على أمرين: الأمور الشفوية والكتابة. أيضا لولا أنه كتبنا وتعودنا مسك القلم والكتابة لن ننسى بعض الأمور، لن ننسى الحروف، كيف تكتب الحروف أو كيف نكتب الكلمات أو هذه الأمور. لو درسنا بدون كتابة يا بنات كان المعلومات بننساها على طول. طيب الآن إحنا بنسمع المحاضرة وبنكتب كمان بننسى، في إذن مشكلة عنا. إحنا يمكن بنكتب وقت في المحاضرة فقط، قبل المحاضرة فيش كتابة، بعد المحاضرة فيش كتابة، وبالتالي لن تثبت المعلومة. الإنسان يحتاج إلى تكرار حتى تثبت. أحيانا حتى في المحاضرات إذا جئت في يعني بداية العام الدراسي وكانت في الشعبة الطالبات يعني وجوههن جديدة عليك، لن تحفظ الطالبات إلا بعد مرور ربما شهر على الدراسة، وبالتالي تحفظين الأسماء والوجوه وهكذا. والدراسة هكذا، القراءة لن تحفظي مثلا الكلمات أو المعلومات إلا إذا كررتيها أو قرأتيها باستمرار أو حتى دونتيها. فهذا من أهداف التلخيص، ضروري جدا لاختزان المعلومات أو حتى لاختزان أشكال البشر. يعني أحيانا تقولي فكراها بس ما مرتش عليا، فكراها بس مش فاكرة بأي موقف. إذن ضروري لازم أشوفها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى تركز. فكيف أنت بدك تدرس ليلة الامتحان بتشوفي الكتاب مرة واحدة وبعدين بدك درجات؟ صعب، لازم تشوفي مرة واثنين وثلاثة وتدرسي مرة واثنين وثلاثة وتكتبي. حتى الكتابة مهمة جدا، ضروري حين يراد عرض الموضوع في حي الزمني. الآن أنا بدي أعرض موضوع مثلا، ضروري ألخص. مثلا في المؤتمرات لما أشارك في مؤتمر لازم عندي وقت محدد، وعندي بحث من 30 ورقة مثلا، وأحتاج إلى مشاركة والمداخلة 5 دقائق فقط. هل أستطيع قراءة 30 ورقة في 5 دقائق؟ لا طبعا. إذن إيش الحل أو ما الحل؟ تلخيص الموضوع في سلايد أو يعني عرض في شريحة أو شريحتين أو 3 وخلص، أكتفي في مدة 5 دقائق عرضها.
طبعا يا بنات بدي أحكي هنا نقطة مهمة جدا في البنات. من خلال عرض البنات في الخطابة والبث التلفزيوني ومشابه، لاحظت أن البنات يكتبن الموضوع ويحفظن الموضوع بحذافيره كلمة كلمة، وهذا ما سبب اللي هو النسيان وبعض التوتر وبعض الأمور التي جعلت يعني البنت يبدو عليها أنها يعني تصارع الذاكرة في تذكر بعض الكلمات. طب ما الحل؟ الحل أن أكتب في الورقة نقاط فقط. أخذنا مثلا إذا أردت أن تكون متحدثا جيدا، وهذا أتى بالاختبار، عليك أن يكون رغبة في التحدث أولا عشان يروح التوتر والخوف، ثانيا تذكر النقاط الرئيسية أو تدوين النقاط الأفكار الرئيسة، تدوين النقاط الرئيسة أو الأفكار الرئيسة وليس كتابة الموضوع. فكيف مثلا تجهزين الخطابة وتكتبينها كاملة؟ هذه مشكلة. طب ما الحل؟ قلت لك الأفكار. طب كيف؟ بداية المقدمة، سأتكلم في المقدمة عن كذا وكذا وكذا. أنت صارعي مع نفسك وصيري احكي، احكي مرة واثنين وثلاثة شفوي. فإذا اعتمدت شفوي وحسيتي حالك قادر على أن تتكلمي شفوي تستغنين عن الورقة، لأنه صار الأمر محرجا عندما تخرج الطالبة وفي يدها ورقة، صرت تضحك على حالة أنه يعني أنا ماسكة ورقة وأنا مش قادرة، أنا بدي صارع ذكرتي. لا، طريقتك غلط، مش انك تكتب الموضوع كله بحذافيره. النقطة الأولى سأتكلم عن مقدمة عن مثلا الصلاة، ماذا سأقول؟ سأذكر الآية كذا ثم أقول كذا وكذا، ثم أمام الطالبات أتذكر النقاط. النقاط سهل جدا تتذكريها، لكن إذا كان الموضوع إنشائي صعب جدا. فبتصير انك تحكي وتتذكر النقاط وتحكي للبنات، هيك بيكون أيسر وأسهل في التعامل مع الدماغ أو الذاكرة، تمام؟ لكن اني احفظ الموضوع ولحظه استنى ولحظه كذا، فهذا يعني بدا امرا محرجا عند الطالبات. اذا ضروري لما انا اعرض موضوع معين سواء كان في ندوه او محاضره او في مثلا مؤتمر ولدي زمن وقتي او سقف زمني ضيق جدا 5 دقائق او ما شابه، فهذا يحتاج الى تلخيص، والتلخيص فقط اركز على النقاط المهمه. يعني هذه النقطه مهمه، نعم هذه النقطة إذا حكيتها أو ما حكيتها لا ما بتكونش، مش حتأثر، إذا ما تحكيهاش اختصري في الوقت. ثم الآن هذا بالنسبة للتلخيص. إذا التلخيص التركيز على أهم النقاط أو النقاط المهمة ولب الموضوع وأفكار الأفكار الرئيسة ومع الحفاظ على المضمون، هذا هو التلخيص. لكن العرض إني أعرض بطريقة مختصرة جدا. يعني من الذي يعتمد على الآخر، العرض أم التلخيص؟ يعني العرض يعتمد على التلخيص ولا التلخيص يعتمد على العرض؟ لا، العرض يعتمد على التلخيص. كيف تحفظيها؟ التلخيص إني مثلا أنا بدي أشارك في مؤتمر، لخصت موضوع معين في بحث وقدمت البحث، هذا تلخيص، لخصت ملخص، يعني قدمت لهم ملخص هيك باختصار، لأنه مش معقول تقدمي بحث من 100 ورقة للمؤتمر، لا 30 أو 20 أو 10 أحيانا. طيب قال لي معك 5 دقائق المداخلة تحكي عن بحثك، قلت لي 30 ورقة أو 20 ورقة، إيش هلقيت بدي أجي بعد التلخيص؟ عرض، اللي هو الباوربوينت، عرض شرائح مكتوب فيها اللي هو النقاط الرئيسة. مش أروح في العرض إني أكتب كل حاجة، لا، أنا ممكن أكتب بس النقطة هذه وأسيب هذا. ليه؟ لأني بس فقط أتذكر، أنا بعتمد على الذاكرة مش بعتمد على الكلام. يا بنات اللي بيعتمد على الكلام كتير بيخفق في الحديث ولن ينجح فيه، ما بكونش قوي جدا عندما يتكلم. مثلا قديما أو في الفترة الماضية زمان كنا نعتمد في حفظ الجداول، إذا كنتم بتذكروا كنا ننسخها الجداول حتى ونسمع الجداول وعليها درجات. طبعا يعني أي واحد قديم درس بهذه الطريقة أي مسألة رياضية على طول بيحلها، لكن إحنا في الآونة الأخيرة صرنا نعتمد الآلة الحاسبة. يا ولدي مثلا 8 × 8 قديش؟ لحظة شوية، الآلة ويحسب، لحظة الجوال ويحسب، لحظة بدي أنا أشوف المسطرة أو الدفتر مكتوب عليه الجداول، هذه مشكلة. هذا يا بنات إحنا بنقول آه والله سهل علينا، بس لا ما سهلش علينا، هو شو عمل؟ هو لغى العقل. فكل هاي الأفكار بتيجي عشان تلغي العقول، وهذه مشكلة، يجب علينا أن نعمل عقول أكثر من أنه يعني نهمل هذه العقول. فحتى لدرجة هناك موقف في الجامعة، وأنا أذكر ما زلت أذكر هذا الموقف، وهو يعني دكتور في الجامعة طلب من الطالبات يكتبوا الحروف الأبجدية، والله الطالبات من تحت الطاولة على الجوال الحروف الأبجدية على الجوال، مش حفظاها؟ ايه في عندك الحروف، مش بتكتبي رساله وحروف؟ حتى الجوال القديم ابو زرار اللي يكون 3 حروف لكل زر،
وهي مشكلة. لماذا نلغي عقولنا ولا نكتب ولا نحفظ ولا كذا؟ لا، لازم طبعا تعتمد على عقلك. هذه أمر أو قضية مهمة جدا. وقبل ما نعتمد على العقل يا بنات، العقل يقوم على الفهم وليس الحفظ. تحفظي مش هيستفيد عقلك منك، لأن الحفظ يعد أمرا وقتيا، لكن حتى لو حفظت بطريقة متقنة، لكن الفهم هو اللي بيضمن لك استمرار المعلومة معك. طيب، العرض الآن هو يعني مبني على فن التلخيص. إذا أنا مثلا زي ما حكيت لكم، قدمت أنا بحث بدعم العرض، العرض هذا حعمله بناء على البحث، البحث عنوان وفي عندي موضوع، لكن العرض بياخذ العنوان بس، بسجل العناوين، وأنا لما أحكي اللقاء أو المداخلة بأركز على العناوين، بأعرضها بس عشان أتذكر بعض العناوين، وبأحكي للبنات أو للجمهور أو الحضور عن اللي هو البحث. طبعا زي ما حكيت لكم، ليش أنا ما أكتبش الموضوع وأكتب الكلمات كاملة حتى أعتمد على الذاكرة؟ فالفهم مهم جدا. يعني شو فائدة إنك تكتبي بحث وفي الآخر أحكي لك ماذا كتبتي؟ لحظة شوي، أجيب البحث أقرأ، مو مشكلة. أنا بدي تحكي لي من ذاكرتك، أنا بهمنيش الكتاب. العلم في الرأس وليس في الكراس. إذا فن التلخيص يا بنات أو فن العرض هو مبني على فن التلخيص في الاختبار في الصح والغلط. التلخيص مبني على فن العرض خطأ، أما العرض هو المبني على فن التلخيص. هذه عبارة صحيحة، حيث يتخيل الملخص القضايا التي يراها جديرة بالعرض فقط. يعني إذا عرضت هذه المعلومة جيدة مهمة جدا بعرضها، هذه المعلومة أنا عرضتها أو لا مش حتأثر، ما بعرضهاش. إذا فقط القضايا المهمة، ومن ثم يناقش المؤلف القضايا التي أثارها طبعا الكتاب، سواء كان كتاب أو بحث أو ما شابه. هذا أمر جيد. يعني مثلا لو حكيت لك اعرضي لي ملخص كتاب، تختاري كتاب وبدك تلخصي لي وتعرضي، كيف بدك تعرض الكتاب؟ طب الكتاب 300 صفحة، بدي أختصر، بركز على عنوان الكتاب، على يعني أسلوب المؤلف، على محتويات الفهرس، محتويات الكتاب، سنة طباعة الكتاب، هل هو كتاب قديم أو حديث أو ما شابه، دار الناشر، المؤلف مصري فلسطيني أو ما شابه. وبالتالي هذه أمور مهمة جدا، لكن باقي الأمور يعني ليست جديرة بالعرض. الآن بعد العرض نأخذ الشريحة الثانية، الفرق بين تلخيص والعرض. لا يبدو فرقا يعني جوهريا أو يعني مفصلا، ولكن مختصرا العرض يا بنات لا يكتفي بالتلخيص. كيف يعني؟ يعني التلخيص لما أنا بدي أعرضه لا يستطيع العرض استيعاب التلخيص. يعني لخصت في 30 ورقة، أكم شريحة حيجوا عندي؟ 30 ورقة كم شريحة؟ 100؟ 200؟ بينفع في مداخلة تعرضي 200 شريحة أو في محاضرة؟ هذا يستحيل. إذن هذا هو السبب، العرض لا يكتفي بالتلخيص، لأنه تلخيص أعم أو أكبر من العرض، تمام؟ لذلك العرض هو مبني على التلخيص وليس العكس، بل يقدم العرض طبعاً رأيه فيما يقدم، تمام؟ أو فيما يعرض، بحيث أنه الرأي بيكون مفيد للقارئ، بحيث أنه يأخذ فكرة عن الكتاب. تقريباً إذا بدي أفرق بين التلخيص والعرض، بدي أحكي عن العرض أنه لا يكتفي بالتلخيص، والتلخيص هو أعم من العرض وما شابه، وأكمل أنه ماذا يحدث في العرض، أن العارض يقول رأيه وربما أيضا يقدم رأيه بطريقة مفيدة للقارئ. ثم الآن فرق آخر وهو محط سؤال في الاختبار، الفرق بين التلخيص والخلاصة. ما هو التلخيص؟ حكينا الخلاصة. عادة ما يأخذ التلخيص مساحة لا تتجاوز يعني ربع مساحة النص المراد تلخيصه أو بعضه. هذا بالنسبة للتلخيص، يعني التلخيص له مساحة محددة، ربما ربع مساحة النص، نص صفحة أو صفحة. لكن لما أقول لك اكتبي لي خلاصة، خلاصة تجي في عشر حجم هذا النص. عارفة إيش الخلاصة؟ فكرة، سطر واحد. خلاصة يعني الإشي من الآخر. أحيانا تيجي بتحكي لي بدي أحكي لك موضوع، تصير تحكي بداية وبتبلش تحكي، لا، إيش بقول لك؟ من الآخر الخلاصة يعني، وأخريتها من الآخر، بدي الخلاصة. إذن مين أقصر أو أصغر؟ الخلاصة أصغر أو أقصر من التلخيص، بتكون في عشر الحجم. هاي الفرق ما بينهم، إنه التلخيص بيكون في مساحة ربع مساحة النص، بينما الخلاصة تكون في عشر حجم أو مساحة النص. من هنا نستطيع أن نقول الخلاصة. الخلاصة، تعريف الخلاصة يمكن أن يأتي أيضا في الاختبار. ما هي الخلاصة؟ هي زبدة التلخيص، يعني هي لب الموضوع،
الفكرة الرئيسة للموضوع وخير خلاصة ما يوصي به الباحث في نهاية البحث. طبعا الخلاصة في النهاية لما بنقرأ بحوث في النهاية توصيات، لما يكون في مؤتمر يوم ويومين وثلاثة، شو في آخر يوم بيكون؟ في توصيات، يعني خلاصة المؤتمر فيها بيقول التوصيات وعبارة عن جملتين ثلاثة أربعة حسب اللي هو النقاط اللي عرضها. إذن لخص أربعة أيام أو ثلاثة أيام في أربع نقاط، تخيلي. طب إيش بسمي النقاط هذه؟ الخلاصة. إذن تعريف الخلاصة هي موجود، ممكن أن يأتي في الاختبار كسؤال. الآن كيف أقوم بمراجعة كتاب وعرضه؟ هناك خطوات حتى أعرض الكتاب، وربما نتذكر هنا نشاط تقوم به المكتبة في الكلية الجامعية هنا، وهذه المكتبة لها نشاط يسمى في ضيافة كتاب، ويستضيفون فيه أحد المحاضرين يقرأ كتابا ويعرض هذا الكتاب. ربما في الأيام القادمة نختار طالبة مجتهدة وتقرأ كتب، وبالتالي اعرضي لنا كتابا. إذن وتأتي هذه الطالبة لي وتسأل كيف أعرض هذا الكتاب؟ إذن أنصت إلي. القراءة الفاحصة لمقدمة الكتاب، كما قلت المقدمة مهمة جدا، وفيها يتعرف طبعا القارئ إلى عدة قضايا مهمة، لكن قبل أريد أن أحكي عن المقدمة. ربما ذكرت قصة أن يعني أستاذ جامعي أراد أن يختبر طلابه، فأعطاهم امتحان قصير عبارة عن سؤال، وقال لهم أن هذا الامتحان مفتوح، الكتاب أمامك افتح ما شئت، والسؤال ها هو. ولم يستطع أحد الطلبة الإجابة عن هذا السؤال، ولا أي طالب، قلبوا كل صفحات الكتاب وربما قرأوا الكتاب ولم يجيب أي طالب عن هذا السؤال. ماذا اكتشفوا في النهاية؟ أن السؤال كانت إجابته في المقدمة. وكلنا للأسف نقرأ الكتب ونترك المقدمة، دائما نترك المقدمة ونبدأ في الكتاب القراءة. المقدمة مهمة جدا، لأن الكاتب أو المؤلف يذكر أسباب اختيار الموضوع وأهداف الموضوع، ويذكر أشياء كثيرة خاصة به وبالموضوع. إذن يا بنات القراءة الفاحصة مهمة جدا، ولكن فاحصة لمن؟ تنسوش، لمقدمة الكتاب. لماذا؟ لأنك إذا قرأت مقدمة الكتاب ستتعرفين على قضايا مهمة، وهي المشكلة أو القضية العلمية التي يعتزم المؤلف معالجتها. شو المشكلة؟ شو موضوع الكتاب يعني؟ ولماذا كتب هذا المؤلف هذا الكتاب؟ يعني هناك أسباب اختيار الموضوع، لماذا كتبت هذا الكتاب؟ لماذا كتبت هذه الرواية؟ لماذا ألفت هذه القصة؟ إذن هناك أسباب. الفروض العلمية التي يطرحها المؤلف، إذن من خلال المقدمة يقول وقد تطرقت أو تناولت كذا وكذا وكذا، ثم يتناول المنهج العلمي الذي اتبعه. هذا المنهج ربما يكون منهج وصفي أو تحليلي، أو يعني أي منهج من مناهج البحث العلمي، سواء استبياني أو يعني وصفي أو تحليلي، والمناهج كثيرة. يجب عند تأليف أي كتاب نتبع منهج علمي معين حتى تكون يعني يكون عرض المعلومات طريقة سليمة ومنهجية صحيحة. يقرأ المراجع قراءة ثانية فاحصة، دائما يقرأ المراجع اللي أخذ منها معلومات في الكتاب حتى يتأكد من صحة المعلومة والتوثيق والأمانة العلمية. يقرأ المراجع أيضا قراءة سريعة، ممكن المراجع اللي حيكتبها في الكتاب، ممكن أنا لما أعرض كتاب أشير للمراجع، يعني أنا حاليا أقوم ببحث لنقد كتاب، هناك كتاب لأديب، تمام، رد يعني أثار عدة قضايا، ورد على هذا الأديب ستة نقاد. قبل ما تطرقي لردود النقاد الستة بدك تعرفي كل ناقد على ماذا اشتمل أو يعني اعتمد من مراجع. فهناك مثلا من ثقافته أجنبية اعتمد على مراجع أجنبية، وهناك من ثقافته إسلامية اعتمد على كتب الشريعة، وهناك من كذا وكذا وكذا. هل يختلف النقد بحسب التخصص؟ طبعا طبعا، لما حدا ينقد كل واحد بيفسر بطريقته، وبالتالي يا بنات كل
كتاب بدي أعرضه بعرف منهج الكاتب أو أسلوبه من اختياره للمراجع. يعني أنا مستحيل أختار أي مراجع، لا أكيد بدي أتميز أختار مراجع معينة لمؤلفين معينين. طيب أيضا يحدد المراجع الزاوية التي يقرر معالجتها، طبعا من خلال المراجع أستطيع أن أعرف كيف أو على ماذا ركز المؤلف. عندما أعرض كتاب أقول مثلا أن المؤلف اعتمد على مراجع، هذه المراجع مثلا تناولت معالجة قضية كذا وكذا وكذا أو ما شابه. أيضا إعطاء القارئ صورة واضحة عن المراجع، عن الكتاب، عن أي شيء يعني يريد قوله بما يختص بالكتاب وتأليف الكتاب وموضوع الكتاب. التنويه على الجوانب الإيجابية في الكتاب، مثلا وهذا الكتاب تناول على كذا وكذا وكذا. مثلا في كتاب قرأته اسمه كفاحي، ليس كفاحي، في كفاح لهتلر، لكن المقصود كفاح شيء معين كان بيعرض المؤسسات الناجحة وكيف ارتقت هذه المؤسسات كمؤسسة نوكيا وسامسونج ومؤسسة الكنتاكي وغير ذلك. قرأنا كان عبارة عن قصص وبيحكي عن تجارب ناجحة، فلما أنت بتقرأي له جوانب إيجابية كثيرة. إذا أردت أن أتكلم عن الجوانب الإيجابية فيعني الكتاب يلخص فكرة أستطيع قولها مثلا بجملة واحدة، مثلا خلاصة الكتاب أن الكتاب كأنه يقول لك ليس هناك أمرا مستحيلا وتستطيعين أن تصلي إلى القمة من الصفر أو من القاع. هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيلا، ولكن نحتاج إلى عزيمة وإرادة. هي ملخص الكتاب، والكتاب وقع في 500 صفحة أو ما يزيد. وبالتالي يا بنات هذه خلاصة، وأشرت إلى إذا أردت أن أشير على إلى الجوانب الإيجابية فإن الكتاب يستحق القراءة وهو موجود في المكتبة، ويعرض قصص نجاح كبيرة لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية مشهورة ومعروفة. الآن تنويه أيضا، حكينا النقطة السابعة على المراجع، أن المراجع أن يبين مدى وفاء المؤلف. يعني اللي رجع الكتاب وبيحكي عن الكتاب بيحكي وقد كان أسلوب الكاتب أو المؤلف أسلوبا علميا منهجيا جميلا، أو يعني يحكي رأيه في أسلوب الكاتب أو في يعني وفاء الكاتب. هل كيف بدي أنا أميز وفاء الكاتب في كتابه أو منهجه؟ من خلال المقدمة يقول المؤلف وسأعتمد على كذا أو تناولت كذا. عندما أقرأ الكتاب هل فعلا كان صادقا المؤلف عندما قال ذلك في المقدمة؟ بصير أقارن ما بين منهج المؤلف في المقدمة أو كلامه في المقدمة وكلامه في الكتاب، وبالتالي أستطيع القول إذا كان وفيا أو لم يكن وفيا في استعراض المعلومة، كان صادقا أو لم يكن صادقا في عرض المعلومة. وهذا أمر جميل جدا. وقراءة الكتب يا بنات أنا بشجع عليها، قراءة الكتب شيء رائع جدا، مهارة لا يتقنها الكثيرون. ربما تقرأين 1000 كتاب لكن لا تلمين أو تفهمين يعني معلومة واحدة. يقرؤون كتب بدون فهم، ولكن هناك من يركز في كتاب واحد لكنه يعني يكتسب معلومات جمة وكثيرة جدا. أي كتاب تقرأينه حاولي أن تلخصي في أوراق قليلة جدا، حاولي أن تكتبي خلاصة أو ملخص عن المحاضرة، عن المذكرات اليومية، كل الأمور التي يعني مرت بنا ممكن أن تلخصي تكتبين وتكتبي أيضا. عودي نفسك على أن تكتبي وأن تقرأي، يعني واربطي ما بين المهارتين الكتابة والقراءة، فهما مهمتين حتى يعني يكون لديك تمكن في الثقافة أو يعني في بعض الأمور التي تفيدك في الحياة. تكونين مثقفة ومتعلمة ولديك معلومات كثيرة حول ما تقرأين وتكتبين أيضا، وأن تكوني أيضا قادرة على كتابة المقالات أو القصص ونشرها أيضا، وهذا ليس مستحيلا. تأليف الكتب يا بنات ليس مستحيلا على أحد، ولكن يحتاج إلى همة كبيرة. القراءة نكاد نكون تركين هذه المهارة، لكن أشجع من هنا أن يعني تبادروا في قراءة الكتب ويعني تعودوا أنفسكم على هذه المهارة، فهي مهمة جدا. وأيضا تستطيع من خلال القراءة نستطيع أن نرتقي بأسلوبنا إلى يعني أسلوب راقي جدا، نستطيع أن نكتب به أشياء كثيرة. وهكذا نكون انتهينا من هذه المحاضرة التي كانت بعنوان العرض والتلخيص. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.